بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت أرحم الراحمين. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بيكم في اليوم المفتوح في عيد الأضحى المبارك من قناة الصحة والجمال. بنحييكم وإن شاء الله يكون يومكم جميل ويكون عيدكم سعيد بإذن الله تعالى. الحقيقة خلال الحلقة اللي فاتت ابتدينا إن احنا فتحنا موضوعات حساسة وشائكة تخص مجال أمن المعلومات وتخص مجال السوشيال ميديا، والنهاردة إن شاء الله بنبتدي إن احنا نطرح على ساحة النقاش بعض المستحدثات ومستجدات الأمور فيما يخص أمن المعلومات والسوشيال ميديا. وموضوع حلقتنا اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة هو الجرائم الإلكترونية. باستمرار بنقول ان احنا لازم نساير حركة التطوير التكنولوجي ان احنا يكون عندنا وسيلة من وسائل أمن المعلومات. زي ما يكون عندنا تطوير لازم يكون عندنا كل الوسائل اللي توازي هذا التطوير علشان لما يحصل مشكلة نقدر ان احنا نحلها. ويمكن مباحث الانترنت والنيابة العامة الفترة الحالية كافحت العديد من الجرائم الالكترونية اللي احنا بنشوفها، سواء كانت جرائم نصب او الجرائم اللي احنا بنشوفها اللي بتحصل على التيك توك من العري ومن الايحاءات الجنسية اللي ابتدى بعض الشباب مجنوني الشهرة يحاولوا ان هم يعملوها للوصول لاكبر قاعدة من الاشخاص. يمكن شفنا الفترة الأخيرة حملات القبض على نشطاء التيك توك اللي ابتدوا ان هم ينشروا فيديوهات يعني فيها إيحاءات او خارجة عن الإطار الشرعي اللي المفترض ان احنا نشوفه في بيوتنا المصرية. النهاردة بنبتدي ان احنا نواصل تسليط الضوء على حركة مباحث الإنترنت، نبتدي برضو ان احنا نرفع عليهم بعض التوصيات من خلال الجرائم اللي بتحصل الفترة الحالية. هنتكلم النهاردة عن الجرائم الالكترونية وهنطرح نقطة من النقاط المهمة جدا. يمكن انا اشرت الحلقة اللي فاتت ان احنا كان عندنا حالة ابتدت ترفع بوست على الفيسبوك تستغيث ان الفيزا بتاعتها بتنقص بعض الاموال، ويمكن اتكلمنا عن ازاي ده بيحصل وازاي عملية التداول الالكترونية بتتم من خلال الفيزا الشخصية من غير الباسورد، وذكرنا ان احنا بنحتاج اربع حاجات: 16 رقم اللي متواجدين على الفيزا، تاريخ الانتهاء، وبنحتاج كمان اسم حامل الكارت، والتلاتة دول بيبقوا مدونين على الوجه الاول من وجه الفيزا كارد. الحاجة التانية اللي بيكونوا محتاجينها الباسورد، وذكرنا ان الباسورد المكون من اربع ارقام ده بيكون للصراف الالي، لكن باسورد التداول الالكتروني التلات ارقام المتواجدين في ظهر الفيزا. طب الشاهد من ده ايه؟ ان احنا الفيزا لازم نحتفظ بيها بشكل شخصي وما نتركهاش لاي حد، لان ببساطة لو حد صور الفيزا يقدر يسحب اي فلوس متواجدة فيها. طب في ناس دلوقتي ابتدت تبعت لنا تعقيبا على حلقة امبارح، طب احنا دلوقتي لا بنستخدم الفيزا بتاعتنا قدام الناس ولا حد بيشوف الفيزا بتاعتنا ومع ذلك نقص مننا فلوس، طب المشكلة هنا فين؟ كنا طرحنا في آخر الحلقة اللي فاتت موضوع وهنستكمله دلوقتي، موضوع السبام. في ناس دلوقتي بتبتدي تعمل حاجة اسمها الاسكامة، والاسكامة دي أعزائي المشاهدين هي بيكون شكل من أشكال المواقع بيكون زي الموقع الحقيقي بالظبط، بيقدر من خلاله ان هو يحصل على المعلومات. بنسمع باستمرار كلمة اختراقات الحساب الشخصية او اختراقات الفيسبوك او اختراقات البنوك او الى اخره. طب هل عملية الاختراق دي بتتم ازاي؟ هل بتتم كده ان حد بيقعد يجرب ويبتدي تيجي معاه حظ؟ لا، عايز اقولك ان 90% من عمليات الاختراق بتلعب على جهل اللي قدامي بالمعلومة. ازاي؟ ان انا دلوقتي لو عايز اخترق حساب فيسبوك ببساطة خالص ببتدي اعمل اسكامة تكون نفس شكل الفيسبوك، وابتدي ان انا ابعت الرابط للشخص او للضحية المستهدفة، زي تطبيق صراحة اللي كلنا دلوقتي ابتدينا نشوف ان هو بينتشر بشكل كبير، بنشوف كمان بعض الروابط كده اعرف مين بيزور بروفايلك، ايهما اقرب ليك في الشبه من الممثلين. بنشوف الروابط دي دلوقتي كتير جدا على صفحات التواصل الاجتماعي. عايز اقول لكم الروابط دي بتكون ملغمة، حضرتك بتدخل فيها بيطلب منك التسجيل عن طريق حسابك على الفيسبوك او انشاء حساب جديد، كلنا بنستسهل وبنسجل الدخول عن طريق حسابنا على الفيسبوك، وفي اللحظة اللي انت بتحط فيها الايميل والباسورد بيبتدي ان هو يوصل
للشخص اللي عايز الايميل والباسورد بتاعك، فبيقدر يحصل عليهم بمنتهى السهوله. طب عمليه الاختراق هنا تمت ازاي؟ تمت عن طريق جهل حضرتك بالمعلومه. طيب تعالوا بقى نقيس ده على ازاي الفلوس بتنقص من الفيزا. ان هو بيبتدي يعمل اوفر لحضرتك لا يعوض، زي ان انت حضرتك عايز دلوقتي تشتري موبايل، الموبايل ده تكلفته 15,000 جنيه، هو بيبتدي ينزل لك عرض 50%. حضرتك تروح داخل على المتجر الالكتروني او الرابط اللي فيه الاوفر ده، وتروح مدخل بيانات الفيزا بتاعتك، في نفس اللحظه دي يوصلوا بيانات الفيزا الشخصيه بتاعتك، ومن هنا هو ما عندوش اي مشكله في ان هو يعمل عمليه تداول الكتروني، او ان هو يسحب الفلوس المتواجده على حساب حضرتك، لان كل المعلومات اصبحت موجوده عنده. طب نكافح ده ازاي؟ ازاي نبتدي ان احنا نكافح ده؟ نكافح ده بمنتهى السهوله، بان احنا لا ندخل اي روابط احنا مش واثقين منها. ولما ندخل اي رابط لازم نبص كده على الرابط من فوق، نشوف امتداد الرابط ده .com ولا حاجه تاني. مش كده وبس، نبتدي نشوف معدل الامان، هل هو HTTP؟ طب واللي بعديه الرابط موثوق منه ولا مش موثوق منه؟ طب نتاكد من ده ازاي؟ ان احنا نلاقي الرابط بيبتدي كده HTTPS. الاس ده معناها ايه؟ معناها ان الموقع اللي حضرتك داخل عليه ده سكيور، يعني الموقع ده معدل الامان بتاعه مرتفع. ومن هنا نحاول ان احنا نحمي نفسنا من جزء بسيط من الأجزاء اللي ممكن تعمل اختراق لحساباتنا الشخصية أو حساباتنا في البنوك. لا، خلينا دلوقتي نشوف مثال للأمثلة اللي احنا ابتدينا نتكلم عنها. زي ما احنا بنقول ان في اختراقات، بنقول ان في بعض ضحايا الاختراق قدرت عن طريق مباحث الانترنت ان احنا ان هي ترجع حقها. زي مين؟ زي مثال عندنا هتكون معانا خلال دقايق على في الاستوديو بمداخله، الشاعره البدويه صابرين شاهين، وهي من محافظه الفيوم. الحقيقه ان هي ليها نشاط اجتماعي كبير جدا، وليها العديد من الناس اللي بتحاول توقف هذا النشاط المجتمعي اللي هي بتقدمه، علشان كده ابتدى البعض يعمل اكونتات فيك، ويبتدوا ان هم يتهموها بعض الاتهامات بالباطل، لكن هي ما سكتتش عن حقها وتوجهت لمباحث الانترنت لحد ما اخدت حكم قانوني على الشخص اللي تم التعرف على ان هو صاحب هذا الحساب. خلينا دلوقتي نرحب بالشاعره البدويه صابرين شاهين. صابرين، اهلا وسهلا. اهلا بك يا بوزنا. عبد الرحمن، عامل ايه؟ الحمد لله، وحضرتك بخير. وحضرتك بخير. عايزين نعرف صابرين، احكي لنا كده بقى التجربة اللي انت مريتي بيها من اول ما اتعمل اكونت فيك علشان يبتدي ينشر بعض الاتهامات الباطلة عنك، لحد ما ابتديت ان انت اخدتي حكم على هذا الشخص، واعتقد ان هو حاليا ان كانت المعلومة صحيحة ان هو مسجون. فعايزين نعرف تفاصيل اكتر. اولا كل سنة وكل المشاهدين بخير وصحة وسلام. الموضوع كان من 3 سنين. طبعا طبعا السوشيال ميديا كانت بيحصل فيها حاجات كتير جدا، الحاجات دي بتأثر على البنات عموما، وبعض الناس بيعملوا صفحات وهمية. يعني ممكن حد يشوف حد مشهور يعمل صفحة باسمه كأنه هو الشخص ده، وبيحاول يعمل أي حاجة عليها. يعني لو كانت بنات بينزل مثلا صورة مش كويسة، لو كانت حد مشهور ومعروف مثلا بيستخدم النشاط بتاعه باسمه هو في بعض الامور اللي ايه الغير محترمه على السوشيال ميديا. فانا طبعا كان في حد من محافظه الفيوم بيحاول ان هو يعمل مشاكل على السوشيال ميديا، ويعمل يقفل لي صفحاتي، وممكن يعمل صفحه باسمي ويشتم عليا، لحد ما انا طبعا كان في محامي صديق ليا، فلقيته بيقول لي في حاجه اسمها مباحث الانترنت. فقلت له ازاي؟ قال لي احنا نعمل، طبعا كل الناس عندهم ما عندهمش الخلفيه ان انت تروح مباحث الانترنت في العباسيه، فكانوا بيروحوا يعملوا محضر عادي، وانا واحده من ضمن الناس اللي عملت كده بالفعل يعني خلال السنوات الماضيه. فبتعمل المحضر بيتحفظ، لان ما فيش حاجه اسمها يعني حاجه فنيه، الحاجه الفنيه اللي هي في مباحث الانترنت دي احنا ما ينفعش لما تروح تعمل محضر حد في اسم او مركز تابع ليك
فما ما عندوش الإمكانية ما عندوش إن هو الإمكانات الفنية. ما عندوش الإمكانية، فكان بيتحسس بالطبيعي، لأن ناس كتير جدا على فكرة وقعت في نفس المشكلة. فالمحامي بصراحة الأستاذ عمرو زكي من الشخصيات المحترمة في عهد السيد، قال لي في حاجة اسمها مباحث الإنترنت في العباسية، مكانها إن أنت تعمل محضر في العباسية. بالفعل توجهت للمكان وقدمت، طبعا الناس هناك ناس محترمين جدا، حكيت لهم قلت لهم في حد بينتحل اسمي وفي حد بيعمل اكونتات فيك كمان وباسماء هو راجل وبيعمل باسم واحده ست وبيشتم فيا وبيتهمني اتهامات غير لائقه، واحنا في محافظه قبليه وانا انتمي لقبيله عربيه، انت عارف طبيعه القبائل العربيه الوضع مختلف تماما. فطبعا بالفعل الضابط حد محترم جدا مصطفى أباظة وبعض السادة الضباط اللي تحته ناس محترمين، دخلوا على الأكاونت وشافوا الشتيمة وشافوا الكلام الغير محترم، وبالفعل عملنا المحضر وأنا روحت قعدت 10 شهور بالضبط، لقيتهم طبعا في النيابة كانوا بيستدعوني. زد الرقم أحوال لأن هما بيقول لك الشتيمة اللي مشتومة دي، طيب أنت بتشك في مين؟ طب مين يعمل كده؟ بياخدوا رقم تليفون اللي أنت شاكك فيه وبياخدوا معلومات وبعدين بيتحروا هما بطريقتهم، يعني دي حاجة فنية. طب احكي لنا بقى ايه اللي تم، يعني ايه الحكم اللي انت ما اخدتيه؟ أنا جاي لحضرتك إن اتفضلي. بعدين من طبعا في النيابة تم التحقيق معايا، وبعدين في حاجة اسمها بعد التحقيق معين الأول وبعدين بيجيبوا المتهم اللي هو نزل الاتهام باسمه، وبعدين بيودوها حاجة اسمها محكمة اقتصادية، المحكمة الاقتصادية دي في بني سويف يعني، وبعدين أخدت حكم 6 شهور عليه وبعد وغرامة. القانون الجديد بقى حضرتك يعني ده السنين اللي فاتت، لا القانون الجديد اللي بيطبق غرامة وسجن مش معوقة، والحمد لله طبعا انت عارف المحاكم احبالها طويله شويه، لكن الحمد لله الحكم النهائي خد حكم مع الايقاف وخد غرامه بس، والحمد لله حقي رجع وانا رديت كرامتي قدام الناس، لان هو كان بيوقع فتنه بيني وبين الناس، يشتم عليا وعلى اهلي، يشتم شتايم على ناس ميته يعني زي والدي الله يرحمه كده. وطبعا انا ما سكتش عن حاجه زي كده وطلعت على صفحتي على السوشيال ميديا قلت يا جماعه لكل الناس اللي بتتابعني وبتحترمني وبحترمهم، اي حد يحصل مشكله معاه على طول على مباحث الانترنت في العباسيه حكيت لهم الخطوات اللي حكيتها لحضرتك دلوقتي حالا. واحنا يعني احنا بنشكر مباحث الانترنت على المجهود الحقيقي اللي بتقوم بيه الفترة السابقة، وبنشكرك يا صورين على ان انت كنت نموذج ومثال مسك حقه وتمسك بيه لحد ما قدر ان هو يرجعه. بتوجه ليكي بالشكر. شكرا. أعزائي المشاهدين، زي ما احنا بنقول دايما وزي ما المثل بيقول، ما ضاع حق وراءه مطالب. طول ما حضرتك دلوقتي بتدور على حقك اكيد هتقدر توصل ليه، واكيد حقك ده هيرجع، لكن مش نفضل بقى نعيب كلنا في اجهزة الدولة نقول انها مش بتتحرك، ان حقوقنا مش بترجع. لا، حضرتك لازم الاول تعرف التوصيف القانوني للمشكلة بتاعت حضرتك علشان تقدر ان انت تحل المشكلة بتاعتك او تحصل على حقك. وادي صابرين مثال حي لانسانة ومواطنة مصرية كان عندها مشكلة ان في حد بينتحل صفاتها وبيبتدي ان هو ينشر شائعات على الصفحة المنتحلة صفاتها، وقدرت في الاخر انها تتعرف على الشخص وتحصل على حكم قانوني او حكم قضائي ضد هذا الشخص. يمكن دلوقتي على السوشيال ميديا لما انا ابتديت اطرح الموضوع ورد لي العديد من المشكلات. اتمنى استاذ نصر الشاهد، ارسلت لحضرتك دلوقتي رقم تليفون احد الضحايا، نتمنى يكون معانا في الاستوديو دلوقتي المداخله يشرح لنا او تشرح لنا المشكله الخاصه بيها. نرجع للجزئيه اللي احنا كنا بنتكلم فيها اعزائي المشاهدين، وبنقول مره تانية ان اي حد بيحاول يخترق حضرتك فهو الاول بيبتدي ان هو يكون معلومات
عامة عنك، ده رقم واحد. رقم اتنين بيبتدي ان هو يحاول بشكل او باخر يعرف ايه اهم المداخل اللي ممكن تدخل، اللي ممكن يدخل بيها عليك علشان يقدر يحقق الغرض بتاعه، لان زي ما قلت ان هو بيلعب على نقطة عدم معرفتك المعلومة او جهلك بالمعلومة. زي ايه؟ ان في بعض الاكونتات بتكون متأمنة ببعض الاسئلة، زي ايه لونك المفضل، ايه محافظة والدتك، ايه الدولة اللي انت نفسك تسافر فيها. فبيبتدي ان هو الاول يطلب صداقتك على الفيسبوك، وبعدها ينزل اسئلة بشكل غير مباشر، ويبتدي يبعت لك الرابط على اساس ان انت تجاوب، وحضرتك مش عارف ان انت ضحية بيحاول ان هو يوقع بيها. الحالة اللي هتكون معانا بعد شوية هي زميلة تقدم أحد البرامج على أحد القنوات التلفزيونية، والحقيقة لخصومتها مع أحد الأشخاص أو يعني لفتحها بعض القضايا الخاصة بفساد معين، قدر الشخص صاحب القضية ده إن هو يستأجر أحد الهاكرز علشان يبتدوا ان هم يدخلوا ويفتحوا الحساب الشخصي بتاعها ويحصل على معلومات شخصية خاصة بيها. قبل ما تدخلينا على المداخلة، هقول جزئية تانية للشخصيات العامة، ما تكونوش ضحية لعدم جهلكم بالمعلومة اللي انا هقولها دي، وهي توثيق الصفحات الشخصية او علامة الفيريفاي، اللي هي علامة التحقق او شارة التحقق الزرقاء اللي بيبتدي الفيسبوك يعملها للشخصيات العامة او الشخصيات الاعلامية او الشخصيات المشهورة. اوعى تدي بياناتك الشخصية لحد، لان التوثيق ده يتطلب صورة جواز السفر او صورة البطاقة الشخصية. للأسف الزميلة اللي هتدخل معانا بعد شوية هي كانت ضحية للجزئية دي تحديدا. ايه اللي حصل؟ ان في احد الاشخاص المستأجرين دخلوا على اساس ان هو هيوثق لها الصفحة بتاعتها، وللأسف الشديد هي كانت جاهلة بهذه المعلومة، فأرسلت لي صورة البطاقة بتاعتها وأرسلت لي البيانات الشخصية، وللأسف كانت ضحية للاختراق من هذا الشخص، وقدر ان هو يستولي على صفحتها الرسمية على الفيسبوك والأكاونت الشخصي بتاعها، وابتدى ان هو يحدث بعض المشاكل وبعض الفتن على السوشيال ميديا. يا ريت المداخلة جاهزة دلوقتي. طيب عقبال ما طيب هتكون معانا دلوقتي الأستاذة مها إمام، وهي يعني زميلة من الزملاء اللي بتقدم أحد البرامج. أستاذة مها، أهلا وسهلا. اهلا بيك ازيك يا استاذ عبد الرحمن، عامل ايه؟ الحمد لله، كل سنة وحضرتك بخير. وحضرتك طيب بخير وسعادة يا رب. أستاذة مها، يمكن كنت بشرح للسادة المشاهدين إزاي حصل ليك عملية الاختراق، وبنوه وبنوعي السادة المشاهدين على إن هم ما يبعتوش البيانات الشخصية بتاعتهم لأي حد غير موثوق فيه، فعايزين نعرف كده في عجالة اللي تم مع حضرتك. بص حضرتك، في حد هاكر دخل لي قال لي يا استاذه احنا عاوزينك تكلمي في موضوع يخص المصريين اللي شغالين في الاردن، ان هم بيتعذبوا وبيتبهدلوا ومش عارف ايه. قلت له خلاص اوكي، اديني البيانات بتاعتكم وانا ايه اتكلم عنهم والدليل. قال لي ماشي اديني شويه ومش عارف ايه. المهم قعد يلف ويدور كمان عشر اعمل مع حضرتك خدمه. قلت له خير، خدمه ايه؟ قال لي اي حد او اي حد انا اقف معاكي واعمل واسوي وارجع لك حاجتك المشروع حاجات زي كده. قلت له اه. طب وبعدين قال لي طب انت لازم بقى تديني البيانات بتاعتك وكده. قلت له لا، انا مش هدي بيانات ومش عاوزه حاجه، ومش عاوزه حتى اللي اذيني انا مش عاوزه منه اي حاجه. راح رد عليا قال لي طيب. قلت له انا كان نفسي بس اعمل العلامه الزرقاء. قال لي خلاص توثقي ماشي، الصف. اديني البيانات ويومين وهتبقى عندي العلامه الزرقاء للفيسبوك. تمام. تمام. أخذ مني البيانات والبطاقة وكل حاجة، وأخذ مني الجيميلات والباسبورتات بتاع كل حاجة. دخل عندي الواقع، أخذ كل حاجتي اللي في الرسايل اللي بيني وبين أصحابي وبيني وبين زوجي، وأخذ حتى دخل على الجيميل ودخل على مكالمات ليا، راح ممنتج ومركب صوته. وكل ده طبعا إن هو متمكن جدا وهكر، يعني أنا مش عارفة هو عملها إزاي. أول مرة تحصل معايا حاجة زي كده، وانا فعلا بجد عارفه مين اللي ورا الحوار ده.
يعني محامي بلطجي، وواحدة تانية برضو كانت شغالة. أرجو بس إن احنا لا نذكر أسماء يعني لا مع لا، من غير تحفظنا ذكر واحترامنا أسماء، لكل أنا مش هذكر الأشخاص. أسماء، تمام. بس حضرتك هما دول اللي ورا الموضوع بتاعي بالظبط. عملوا إيه بعدها بقى؟ هي الهانم راحت منزلة الفيديو المفبرك والصور، ونزلت حاجات ليا وبتقول ادي اتفضلوا وادي شايفين انها مش عارف ايه، مش عارفه استفادت ايه. طب والتاني برضو خلينا بقى المحامي ده نقول احنا برضو نزل نفس كان الصوت، معانا من والحيوان ده شوية لما سرق البيت مني أستاذة راح مها. منزل الحاجات دي. طبعا خلينا نقول ان شخصيه احنا كانت كان مهضومه معانا مش عارفه ارجعها ازاي. في أستاذة ناس مها. معايا برضو فاهمين في الكلام ده، رجعوا لي الصفحه الشخصيه بس البيج عشان هو اللي طلع منه باسم انا. طيب أستاذة مها كان معانا من شوية صابرين شاهين، وهي كانت أحد الحالات اللي تعرضت برضو لنوع من أنواع التشويه الإلكتروني، أو يعني القراصنة لا يعني خلينا نقول إنها كان الموضوع معاها مختلف شوية، لكن حصل ليها سب وقصف وتشويه عن طريق أحد الصفحات الوهمية، وقدرت إنها تاخد من اللي عمل كده حقها القانوني بأنها حصلت على حكم قضائي. هل توجهتي للقضاء ولا لسه؟ ايوه طبعا يا فندم، انا اخدت كل الحاجات دي ورحت للقضاء على طول ورفعت قضيه للمهزله دي. انا مش فاهمه ايه السبب اللي خلوهم يعملوا كده معايا. طب احنا هيكون معانا بعد شوية احد المختصين في هذا الامر، واللي ممكن تمام تستعيني بيه بإذن الله تعالى ان علشان شاء الله يرجع ان لك شاء الله. حقك. انا بشكرك جدا جدا يا استاذ عبد الرحمن، وكنت سعيده جدا معاكم، وكل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك بالصحة والسلامة. شكرا. أعزائي المشاهدين، زي ما احنا شفنا هو الشخص اللي عمل كده، الشخص اللي عمل كده مش شخص محترف ولا أي حاجة، الشخص اللي عمل كده لعب على جهلها بالمعلومة، إن هو ابتدى إن هو ياخد معلوماتها الشخصية في أحد الروابط المعينة، بيضيف الهوية بتاعتها، يقدر إن هو يخاطب الفيسبوك كأنه هما بالظبط. المداخلة جاهزة للمستشار سارة بامون. طيب هيكون معانا بعد شوية أحد المختصين في هذا الأمر عشان يبتدي يكلمنا عن هذا الأمر، وإزاي إن إحنا ناخد بقى الخطوات القانونية علشان نقدر نحصل على حقنا في حالة إن ده حصل. أؤكد تاني للسادة المشاهدين وحضراتكم، أتمنى من كل الناس اللي بتشوفنا، إحنا بنقول النهاردة بشرة خير، مباحث الإنترنت بتتحرك، لا يمكن إنها تترك حق الأحد الأشخاص اللي تم انتحال صفته أو اللي تم النصب عليه، لكن لازم ناخد حرصنا. اتمنى ناخد حرصنا الفتره الجايه. انا بتابع معاكم تعليقات السوشيال ميديا، ويمكن استاذ نصر الشاهد ارسلنا لك برضو بعض الارقام على الواتساب، اتمنى ان انت تراجعها علشان هيكون معانا بعد شويه احد الضيوف، وهو احد ادمنز الصفحات اللي تفوق 9 مليون على السوشيال ميديا، والحقيقه هو بيساهم بالصفحات اللي هو يمتلكها في نشر حركه توعية، وفي ان هو يحاول ان هو يدعم المحتوى الايجابي ويبتدي ان هو يسوقه على السوشيال ميديا. هيكون معانا بعد شوية الاستاذ سعيد عبد الفتاح خلال دقائق باذن الله عشان يكلمنا ازاي هو بيدعم المحتوى الجاد، وازاي هو برضو بينشر محتوى جيد خاص بيه هو محتوى ديني، لان صوته من الاصوات المميزة، فبنوه عن الموضوع ده. كنترول لسه ما جهزناش المداخلة. طيب خلينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل أعزائي المشاهدين نبتدي إن احنا نستقبل ضيفنا ونتواصل مع المستشار سارة مامون موريس المختص بهذا الشأن عشان يدينا بعض التوصيات القانونية فيما يخص هذا الشأن. أعزائي المشاهدين، هنخرج لفاصل نستقبل أستاذ سعيد عبد الفتاح ونرجع لكم تاني، تابعونا. أعزائي المشاهدين، من جدد التحية من جديد، ومعانا في الاستوديو أحد الكوادر اللي ساعدت الحقيقة في انتشار العديد من المحتويات الإيجابية على السوشيال ميديا، ويمكن هنتعرف منهم على أسماء بعض الناس المشهورة اللي كلنا نسمع عنهم دلوقتي، كانوا هم الجنود المجهولة اللي قدرت إنها تنشر بعض المحتوى ده. معايا في الاستوديو سعيد عبد الفتاح أدمن
احد الصفحات الكبيره على السوشيال ميديا. اهلا وسهلا سعيد. اهلا بحضرتك استاذ عبد الرحمن. معانا كمان الاستاذ احمد عبد الفتاح. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك استاذ عبد الرحمن. عايز اقول لكم سعيد واحمد الاثنين توأم، والاثنين يعني ما شاء الله موهوبين في العديد من المجالات. نبدا بسعيد. قول لي سعيد بقى، ازاي عن طريق الصفحات المتواجده عندك بتقدر ان انت تدعم المحتوى الايجابي على السوشيال ميديا؟ بص، هو في البدايه طبعا ان انت تكبر صفحه من الصفر اللي توصلها مليون او 2 مليون او 3 مليون ده موضوع مش سهل. طبعا انت محتاج اول حاجه محتوى يكون هادف وكويس جدا جدا وحصري، اللي هو ما يكونش منسوخ من حد او مسروق من حد او الكلام ده كله. تاني حاجة اللي انت بعد ما توصل للعدد ده بتبدأ بقى اللي انت تدعم الأشخاص مثلا أو مؤسسات أو أي حاجة من دي، تدعمها بقى عن طريق الشيرات أو عن طريق السبونسر أو عن طريق اللي انت تمول لهم على الصفحات، وكل الكلام ده بقى بيبقى ايه اللي هو بعد ما توصل للعدد ده. وخبر حضرتك أنا بقى عندي صفحة 3 مليون و 8 مليون و 2 مليون ومليون ونص. هل ممكن نقول بعض اسماء الصفحات منهم؟ هو تويت مود، وممكن تضحك واضحك وفرفش، ونكت مصريه، ويعني صفحات كوميديه. ليه؟ لاني انا بصراحه لما عملت الصفحات دي قلت لا، الشعب المصري واحنا في مصر عندنا شعب فكاهي بنحب نروح بنحب يقول لك شعب نكته من الاخر يعني. فطبعا انا سميت الصفحات دي اسم كوميديه وتكبرتها للاعداد دي مش بسهوله يعني. بصراحه انا بقالي في المجال من 7 سنين او 6 سنين من وانا صغير جدا يعني. بعد كده طبعا نشرت اسامه مندور، ده مشهور يعني ما شاء الله، بس دكتور محترم جدا 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 وصديق ليا يعني. كانت قبل كده في زمان يعني من 2 أو 3 سنين كان حد طلع شتم او اعترض عن الشيخ الشعراوي الله يرحمه يعني، فاسامه عمل حلقه اللي هو رد اعتبار الشيخ الشعراوي ده، وساعتها انا رحت معاه زياره لبيت الشيخ الشعراوي. ابناء الشيخ الشعراوي يعني استقبلونا احسن استقبال، وانا كنت من اسباب اللي انا اجيب للمشاهدات دي المشاهدات الملايين اللي حصل وصلت عليها. وصلت لكام؟ تقريبا اول فيديو عمله وصل ل 4 مليون مشاهده. احنا ما كناش يعني حاسين اللي هو ده هيوصل لكده، بس تشارته على صفحاتي يعني، والحمد لله وصل للعدد ده. وساعتها ابناء الشيخ الشعراوي شافوا المحتوى بتاع اسامه منظور وقالوا له احنا هنستضيفك في البيت بتاع الشيخ الشعراوي ومعاك يعني الناس اللي هم شاركوا في الموضوع ده. وطبعا بس مش بطريقه مباشره، احمد حسن وزينب مش بطريقه مباشره. احنا كنا لسه عاملين حلقه عنهم امبارح بسبب يعني الفلوس اللي ابتدوا ان هم يجمعوا. انا في ناس اصدقائي برضو مسوقين على السوشيال ميديا اعترضوا من الموضوع ده. يعني دبسوهم في اللي هم قالوا لهم هنزود متابعين للقنوات اليوتيوب والكلام ده كله، وفي الاخر ما زودوش حاجه وخلاص للاسف الشديد. فانا من زمان يعني هم كانوا لسه في البدايه، انا برضو شيرت لهم، كنت بشير لهم على الصفحات اللي انا كنت عاملها بس زمان يعني مش الوقت. وبرضو كانوا بيحصدوا ملايين المشاهدات. ليه؟ عشان المحتوى بتاعهم كان يعني بيشد بيجذب المشاهد. كان هدف الاول، كان هدف للاسف بعد كده بقى جريوا بقى ولا الاموال. طب مين تاني من المشاهير نقدر هو معاهم برضو اكرامي هجرس. وفي برضو ناس بس مش بطريقه مباشره، انا ناسي اساميهم، هم مشهورين بس مش قوي. وخلي بالك اسامه مندور يبقى صاحب علي غزلان يعني علي غزلان الاثنين صحاب. هو دكتور برضو الدكتور. فاسامه انا رحت قابلته، شخصيه محترمه جدا، وحتى لما لقى الهالتس زاد على السوشيال ميديا هو اتفرغ للطب. احنا بنشجع ومن هنا بنحيي اي حد بيبتدي ان هو يستخدم السوشيال ميديا في ان هو يقدم محتوى. احمد، ايه المحتوى اللي انت بتقدمه؟ انا بقدم فيديوهات زي مثلا يومياتك في البيت مع اصحابك، خروجاتك، بمعنى اصح ايه الحاجات اللي احنا بنعيشها، الحاجات اللي الجيل بتاعنا بيعيشها، اللي هو الجيل من سن 18 مثلا 17 سنه لغايه 25. المهم يكون المحتوى اللي انت بتقدمه محتوى هادف يليق بالمشاهد. بالظبط كده. بس يعني مثلا خروجات صحابنا، بنعمل ايه في الخروجات، بنعمل ايه واحنا قاعدين مع اهلنا في البيت، الكلام ده حاجات اللي هي زي يعني الشعب المصري اغلبيته بيعيشها يعني. بس طب خلينا كده في عجاله نستقبل اتصال من المستشار ساره بامون موريس، صاحب ورئيس مؤسسه الطافش القانونيه. سعاده المستشار، اهلا وسهلا. اهلا بيك يا استاذ عبد الرحمن. عايزين نعرف من حضرتك، انتشرت الجرائم الالكترونيه مؤخرا، ويمكن لو حضرتك متابع الحلقه كان معانا قضيتين مختلفتين. الاولى حد انتحل صفه شخص وابتدى ان هو يسيء ليه، الثانيه
حد سرق الحسابات الشخصية من أحد الشخصيات الإعلامية، تتصرف إزاي في عجالة؟ أستاذ عبد الرحمن، إحنا عندنا قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، وده قانون صدر رقم 175 لسنة 2018، وحمى الملكية الخاصة للأشخاص ببريدهم الإلكتروني، وكمان حمى الحسابات الخاصة. هنا القانون لما اتكلم عن الحماية، مكافحة الجرائم دي والحماية بتاعتها، حط نصوص بموجب هذه النصوص وضح لنا ايه الفرق ما بين النص المخفف والنص المشدد. يعني احنا عندنا الاستاذ اللي اتصلت بحضرتك بداية وقدر يتحصل على حكم من المحكمة الاقتصادية بامتحان الصفة وترويج اخبار ومنشورات كاذبة على لسانها، ده القانون تصدى بيها بقوة جدا. الاستاذة مها اللي كانت مع حضرتك، الاستاذة الاعلامية، انا بقول لها يا استاذة مها، حضرتك بموجب نص القانون انت موجود عندك اغلب عقوبة، لان القانون لما اتكلم قال ان في عقوبة الحبس شهر اذا تم اختراق الحساب، في عقوبة الحبس 3 اشهر اذا تم اختراق الحساب وتعطيله، في العقوبة الاشد بقى اللي عند حضرتك اللي هي استخدام برامج للتقنية لمعالجة الصور واضافة عليها مقاطع صوت ونشر هذه المقاطع على لسانك او على صفحتك، فانت هنا دخلتي لعقاب هذا المجرم بعقوبة الحبس من 30 لـ5 سنين. ارجعي لاستخدام الطرق القانونية، القانون فيه نص صريح لحضرتك بان انت تاخد الاجراءات القانونية، لان ده انت ما تعرضتيش بس للهاكرز، فانت تعرضتي بداية لنص الكتروني بان هو قدر يحصل على كافة البيانات الخاصة بيكي. نمرة 2 ابتزاز، نمرة 3 تهديد، نمرة 4 نشر معلوماتك الشخصية باستخدام برامج تقنية جديدة علشان يخاطرك، يحط صورك ويحط المعلومات الشخصية بتاعتك وياخد المحادثات بتاعتك والرسائل الخاصة بيكي ويعيد نشرها تاني على لسانك، انت كده دخلتي في النص العقابي المشدد لجريمة لمكافحة الجرائم الإلكترونية. فاحنا بنناشدها وبنناشد كل الناس اللي بتقع فريسه لهذا الابتزاز، لان دي جريمه خسه يا استاذ عبد الرحمن. صحيح. انا لما ادخل عند حضرتك اخذ المحادثات اللي ما بينها وما بين زوجها، اللي ما بينها وما بين اولادها، اللي ما بينها وما بين اصدقائها، صورها الشخصيه، واقوم بتركيب هذه الصور على صور اباحيه واضيف عليها اصوات وانشرها، دي جريمه خسه. وبعدين ممكن ننتقل من هنا، إذا كان الضحية ضعيف فبيتم التهديد بشكل أكبر وأوسع، والنهاردة بيهددها بسمعتها، بكرة هيهددها بشرفها، بكرة هيهددها بارتكاب جريمة من الجرائم المعينة أو ابتزازها بشكل معين. سعادة المستشار، إحنا نتمنى إن شاء الله أن حضرتك تكون متواجد معنا في الاستوديو علشان نستفيد في الحديث عن الجرائم الإلكترونية بإذن الله تعالى، علشان وقتنا النهاردة يعني أوشك على الانتهاء. بشكر حضرتك جدا على مداخلتك، وهرجع لسعيد. احنا عرفنا كمان ان غير موهبة السوشيال ميديا وان انت بتقدر ان انت يعني تعمل ترويج واسع لأي محتوى، عرفنا ان انت كمان عندك موهبة وبسم الله ما شاء الله منتشر، فايه الموهبة وعايزين نشوف حاجة. هو انا طبعا يعني من بداية من صغري كنت بحب تلاوه القرآن الكريم، وتعلمت يعني الحمد لله معايا دلوقتي 15 جزء من القرآن الكريم فضل ونعم من ربنا يعني ما شاء الله. فبقرأ قرآن وعملت صفحة ليا المحتوى بتاعي يعني بالمحتوى الشخصي بتاعي. وأول فيديو نشرته على الفيسبوك جاب 3 مليون مشاهدة و80 ألف شير. بس من ساعتها وانا يعني بطلت تسجيل. لا، واحنا النهارده بقى هنعيد هنعيد الموهبه من اول وجديد. بس قرآن بس ولا في انشاد؟ لا، هو حاليا قرآن. قرآن. طب يلا خلينا بقى كده ناخد بركة القرآن الكريم في ثاني أيام العيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين،
رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. صدق الله العظيم. طبعا يعني صوت جميل. وهنا أعزائي المشاهدين على فكرة دي رسالة إن حد يمتلك كل الوسائل والقنوات التسويقية اللي ممكن تنشر أي محتوى ويختار المحتوى الهادف، المحتوى الأخلاقي، المحتوى الديني علشان ينشره. يبقى زي ما احنا امبارح قلنا ان في عندنا نماذج سلبية، النهاردة بنقول لا، خلي بالكم النماذج الإيجابية موجودة وموجودة بكثرة. وادي مثال سعيد عبد الفتاح. نرجع لأحمد. أحمد قول لي بقى ايه رايك في المحتوى اللي شباب كتير بتقدمه النهارده؟ هل شايف ان المحتوى اللي بيتقدم على التيك توك والمحتوى الساخر اللي احنا بنشوفه ده الغير لائق، هل شايف ان ده يمثل الشباب المصري؟ بصوا، الفكره ان الشباب اغلبيتها يعني السن الصغير اللي هو الاندر ايدج بمعنى كلمه اختاروا المحتوى ده ليه؟ التفاهه عامه في الوقت دوت هي اكتر حاجه بتتنشر بسرعه، فاهم قصدي؟ يعني هم اختاروا التيك توك. هو التيك توك عامه يعني مش حاجه هادفه، يعني هو دوت انت بتشغل اغاني او اي حاجه وبتتعامل قدامها، يعني انت مش حاجه انت بتقدمها لنفسك، فاهم؟ بس في الفكره ان هو حاجه مش هادفه، يعني اي حد ممكن يعمل تيك توك، واغلبيتها اللي بتشهروا عليها البنات. البنت طبعا بتطلع شايفه بقى اللي هي مش هتنفع مثلا تتشير بالحجاب وكده، فبتقلع الحجاب وبتبدا بقى ايه تعمل اغاني وبتاع واغلبيه الشباب برضو ايه بداوا برضو ايه يقدموا تفاهه بزياده عشان يتشهروا، وهي بمعنى الكلمه اللي هي التفاهه بتنتشر بسرعه. بس فهو دوت ولا انا شايف التيك توك مش محتوى اصلا. يعني انا شايف التيك توك حاجه مش هادفه، بس هو حلاوته اللي هو بيشهر بسرعه. يعني بيخلي عدد كبير يشوفك في وقت بس بصير. بس خلينا نقول ان هنا الشهره بتكون شهره سلبيه. يعني احنا بدانا نشوف انا من وجهه نظر هي دعاره مغلفه بالزبط. يعني خلينا اقول ان مش بذكر اسماء، لكن بقول ان كثيرا من الساقطات ابتدت انها تلجا للتيك توك بدل من ممارسه الافعال الفاحشه، بدات انها تاخد شهره من خلال الترويج بقى لجسمها او لملابسها الغير لائق. فشايف ان ينفع حتى ان واحد يشوف اخته او اخوه الصغير يشوف المحتوى ده؟ ما هم بقى ايه بقى يبصوا للماديه، يعني قال لك المحتوى ده بيشهر بسرعه وبيجيب فلوس، فمش مشكله بقى، فاهم؟ يعني اغلبيه الناس بقت بالنسبه لها عادي، طالما بيشهرني وبيجيب فلوس مش مشكله بقى سلبي ولا مش سلبي، اهم حاجه ايه بمعنى صح اللي هو المال، فاهم يعني؟ وخلينا نقول دلوقتي ان احنا داخلين على كارثه وهي تفعيل الاعلانات المدفوعه على التيك توك. يعني تيك توك الاول وقت القبض بقى على حنين، والقبض على مودة الأدهم، والقبض على هدير الهادي وغيرهم من الأشخاص اللي للأسف أنا بقولهم لا يمثلوا أبدا أي شخص مصري، وإحنا كلنا نتبرأ من أمثال هؤلاء. وأعتقد النيابة العامة كانت حازمة جدا في الرد على هذا العري وهذا الشكل المشمئز
اللي الحقيقة لا يليق ولا يمثل أي شخص مصري. وهنا بوجه رسالة لأهاليهم، اهتموا ببناتكم، خلوا بالكم من أطفالكم، شوفوا المحتوى اللي هم بيتفرجوا عليه. أي حد عنده، أي حد بيتفرج أو بيعمل فيديوز على التيك توك، يا ريت إن احنا نمتنع عن هذا البرنامج. ودي دعوة من البرنامج النهاردة، امتنعوا عن التيك توك، لأن هو فعلا 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 بيغزو أخلاق المصريين. تعليقك إيه على الموضوع ده؟ شايف إن تفعيل الأرباح على التيك توك هيشهد ماسورة من الإسفاف الفترة الجاية؟ بص، هو في البداية التيك توك أصلا أول ما طلع عمل إعلانات مهولة، لأن ما كانش معروف. صحيح. تمام، على الفيسبوك بقى، على اليوتيوب، على كل الكلام ده. طبعا الناس كلها الوقت بقت تلجأ للفلوس بسهولة. شافوا التيك توك وشافوا الحاجات دي، أمثال مثلا أحمد حسن وزينب والناس دي كلها، قالوا لك التيك توك بيجيب فلوس بسرعة. بعد ما تتفعل الإعلانات على التيك توك الموضوع ده هيزيد للأسف. التفاهة واعتقد تم تفعيل الاعلانات، اعتقد تم تفعيلها، تم تفعيلها على بعض الحسابات بس بشروط معينه، يعني اللي هو حسابات عليها مشاهدات عاليه، عليها متابعين عاليه، الكلام ده كله. بس الفكره هنا في ايه؟ الفكره اللي الناس بطلت تبص مثلا للاخر او المحتوى اللي انا بقدمه، هل هيفيد الناس او لا؟ الناس كلها، الاهالي دلوقتي بقت تبص على الماديه. مفيش حد دلوقتي بيبص ابنه بيقدم محتوى ايه، ينصحه يقول له لا ده غلط ده صح. ليه؟ لان الكارثه اصلا هنا ان التيك توك اغلبه من سن ال 13 14 سنه ل 20 سنه. يعني هو السن ده اللي محتل التيك توك. فانت تخيل ان انت ما تعمل محتوى، يعني انت قابل لاختك تشوف المحتوى ده، بنت اختك، حد من اهلك، اكيد طبعا يعني محتوى تافه 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 وسخيف. ويعني انا ما اقبلش يعني اي حد من اخواتي او اي حد من قرايبي او اي حد من جيراني بشكل عام اللي هم يشوفوا المحتوى ده. انت فاهم؟ لان دي كارثه طبعا، ده زي ما قلت ده عره مغلفه. صحيح. يعني واحنا هو بنقول لكل المشاهدين، الشباب المصري اللي بيساهم في نشر المحتوى هم موجودين معانا في الاستوديو، الصفحات الكبيره حتى اللي بتقدم محتوى ساخر او اللي بتقدم محتوى، احنا بندخل نتفرج على المحتوى لمجرد الابتسامه او الضحكه، لكن مش بيكون عليها اي محتوى غير لائق. طب تقول ايه بقى للشباب اللي بتبتدي النهارده او اللي بيفكر لسه ان هو يبتدي محتوى؟ هل شايف ان المحتوى غير الهدف بس هو اللي بينتشر؟ هو المحتوى الغير الهدف بينتشر، والهدف لا، هو المحتوى الغير الهدف بينتشر اسرع، ولكن الهدف لو هدف بجد ومحتوى يعني اللي انت متقنه وحبه وبتعمله باخلاص، اللي انا عامله يعني نيتي صافيه ان انا اقدم محتوى، والله هتتشهر وهتتشهر بسرعه كمان. بس الفكره اللي انت تخلص النيه ان انا عايز اقدم محتوى فعلا يفيد الناس. وقبل ما تنشر حاجه افتكر ان انت مش هتعرف تمسحها تاني، هتبقى مكتوبه عليك. انت فاهم؟ يعني قبل ما تنشر حاجه افتكر انت خلاص، انت كده سواء اغاني بقى، سواء تيك توك، سواء مش عارف ايه. فانت في شباب خلي بالك كتير جدا بيعملوا محتوى عن الحروبات الاسلاميه، عن الدين، زي مؤمن ندى ده برضو عنده مليون متابع على الفيسبوك، صاحبي صديقي، وما شاء الله عليه بيقدم محتوى ديني منتشر. جميل، منتشر، مؤمن ندى طبعا، وبيقدم محتوى ديني جميل، يعني بيعلم الناس اللي ما تعرفش دينها قوي الوضوء، الحاجات دي. ممتاز. وطبعا عندي برضو صديقي وحبيبي اللي هو كان من ضمن الاسباب ان ادخل المجال اصلا، محمد رأفت برضو، ده يعني كان قاعد في الامارات اغلب الوقت، وبرضو بيقدم محتوى هادف ديني، تلاوات قرآن أو أناشيد. إذن زي ما احنا عندنا محتوى سيء بينتشر، احنا عندنا محتوى إيجابي بينتشر. صحيح. أحمد، تقول إيه للناس اللي لسه بتفكر في فكرة أنا يعني أنا محتاجة أن أنا أقدم المحتوى بتاعي وهبتدي أن أنا أقدم محتوى الفترة الجاية، إيه أبرز النصائح اللي تنصحهم بيها؟ بص، هو البداية دائما بتبقى صعبة، تمام؟ هو بس ياخد يعني يكتب اهم حاجه المحتوى ويظبطه، وبعد كده يبدا واحده واحده واحده. هو يتعب في الاول، لو محتوى هادف وايجابي هيتعب في الاول، لكن لو تافه بقى وسلبي بمعنى الكلمه مش هيتشير بسرعه، بس بعد كده ما فيهاش فايده يعني، ومش هيلقى احترام الناس بالظبط كده. بس فهو الايجابي هيتعب شويه بس هيوصل، يعني هيتعب بس هيوصل، بس بعد ما يوصل بقى لا ألذ. فاهم قصدي؟ بس وبالمناسبه كمان انا اختي، يعني انا هوش مش شغال في السوشيال ميديا وليا خبره كبيره جدا مش عارف ايه، بس اختي ام يونس عامله محتوى هادف اللي هي تعلم الطبخ
في ناس يعني عامله مطبخ ليتعلم الناس الطبخ وكده، وما شاء الله انا بحاول ان انا هي بادئه من الصفر، بحاول ان انا اطلعها بس المحتوى نفسه يكون هادف، المحتوى اللي هو ايه نيتها اللي هي باذن الله تعلم الناس الطبخ، تعلم لو عندها خبره مثلا في الطبخ. فانت كل واحد فينا اكيد عنده موهبه. طب هل شايف ان كلمه يوتيوبرز اللي انتشرت مؤخرا هل هي لقب ممكن ناخده في ان هو يكون حاجه اضافيه جنب عملنا الاساسي، ولا شايف انها مهنه؟ يوتيوبرز دي يعني تقريبا يعني انت بص هي ممكن تكون مهنه. في ناس كتير اعرف برضو دروس اونلاين ما شاء الله، احمد ابو زيد بيعلم الناس وكان في هندسه ساب الهندسه عشان اليوتيوب. لو انت بتقدم محتوى هادف وبيفيد الناس بجد خدها مهنه، ويعني ممكن خلاص تعتمد عليها. بس محتوى هادف ما تجيش تطلع لي حاجات سخيفه وتعمل حاجات زي ما قلنا تافهه ومش عارف ملهاش اي لازمه، ودي تقول لي انا يوتيوبرز. طب ايه بتقدم عشان تبقى يوتيوبر؟ طب خلينا نقول ان كتير جدا من الشباب الفتره دي هي كل اللي بتفكر فيه، انا عايز اعمل قناه على اليوتيوب علشان أكسب. طب من خلال بقى تجربك مع الناس اللي ابتدت انها تنطلق من الصفر لحد دلوقتي، هل شايف ان هم كان رؤيتهم الاساسيه الربح ولا نقطتهم تقديم المحتوى؟ لا بصراحه اللي انا اغلب اللي انا اتعاملت معاهم زي ما قلت لك انا عملت شيرات فعلا لاحمد حسن وزينب، وعملت شيرات لكرامه اغرس وناس تانية بيقدموا محتوى تافه. بس في البدايه كانوا بصراحه باين ان هم مش عايزين يقدموا محتوى، هم عايزين يتشهروا ويكسبوا. ليه؟ احمد حسن وزينب لو رجعنا بالفيديوهات بتاعتهم القديمه هنلاقي زينب كانت لابسه حجاب الاول. كنت بتقدم محتوى اللي هو حاجات فيها دين. وبعد شويه نلاقيها عامله محتوى في اللي تقلع الحجاب وتعمل مش عارف ايه. فالفكره اللي هم كانوا بيفرقوا ازاي احنا نجيب مشاهدات. يعني خلينا نقول وهنا هي دي المشكله، يمكن دي المشكله دلوقتي اللي احنا اعزائي المشاهدين بنواجهها، الفرقعه والبروباجندا وحلم الترند بس، سواء كان في وسائل الاعلام. يعني خليني بصراحه ننتقد كل الناس اللي هي تبتدي انها تفرقع موضوعات علشان تجيب مشاهدات للاسف. ويمكن حسن الرداد كان لسه بيناشد كانوا بيناشد كل وسائل الاعلام لتحري الدقه بعد نشر خبر عن ان حدث عملية طلاق ما بينه وما بين ايمي سمير غانم، وطبعا هو طلع على صفحته الرسمية على السوشيال ميديا وابتدى ان هو يكذب هذا الخبر. رحلة الترند بدأنا نشوفها دلوقتي على الفيسبوك، على الانستجرام، على المواقع الالكترونية، على القنوات. ما يهمناش هنقدم ايه، يهمنا هنجيب. وفي برضو كمان حاجة، الصفحات اللي انا شغال فيها واصحابي كتير في مصيبة بتحصل اللي هم مش بيدوروا على المحتوى، مش بيدوروا على الصحة، لا انا عايز الم تفاعل، انا عايز الم ريتش، انت فاهم قصدي؟ يعني ممكن زي استاذ حسن الرداد لما قال لك تحري الدقة مش عارف ايه الطلاق، لا انت ممكن الصفحات بتشوف بوست نازل طلاق مش عارف ايه فهم بيزيتوا مع الزيت ويروحوا منزلينه. لا وفي كمان مش بيستند اصلا لمنشور نازل، في فيك حاجه فيك من عنده كده يطلع اي اشاعة، تصميم فيك على الفوتوشوب مش عارف ايه، يروح منزل البوست، يروح جاي التفاعل ده واخده ده واخده، فانت يعمل ترند وهو اصلا خبر مش صحيح. انت فاهم قصدي؟ فبرضه لازم الصفحات واللي يديروا الصفحات، صحابي طبعا وحبايبي طبعا، يعني ياخدوا بالهم من المحتوى اللي هم بيقدموه برضه، مش اي حاجه ننشرها عشان تجيب تفاعل لان دي بتحصل كوارث بعد كده. طب خلينا بقى هنا نعمل فتنه بقى بينكم انتوا الاثنين، انتوا اخوات مش بنبحث عن الترند، لكن هو سؤال موضوعي. هل في مره عملت محتوى وما عجبش سعيد فقال لك مش هشهره لك على الصفحات بتاعتي؟ بص هو الفكره اللي احنا بناخد راي بعض، احنا بنشور بعض، ايه رايك دوت هيعجب الناس، لا ده مش هيعجب الناس، بلاش دوت عشان خاطر مش عارف ايه، فبناخد راي بعض. واحنا يعني الحمد لله احنا قريبين من بعض جدا، ويعني صحاب واخوات في نفس الوقت. لا طبعا يعني طبعا فباخد رايه، خلاص يا احمد بلاش ديت خلاص، فاهم؟ تمام. طب ايه رايك يا سعيد، ده دي عجباني مش عارف ايه، طب نحاول نجرب بتاع كده، فاهم؟ بس فما بنختلفش يعني، احنا على قد ما بنقدر ما بنختلفش. بس فالموضوع بيبقى بسيط يعني وسهل. هو عمل قبل كده محتوى زي ما انت قلت في العربيه، وكان عايز برضه يعمل محتوى شبه تافه، بس طبعا كان عامل يعني المحتوى اللي هو زي شبه تيك توك، بس انا وقفته قلت لهم لا مش هشهره له المحتوى ده، مش هشهره. نجحت في عمل الفيديو ده دورنا يا جماعه. هو مش عايز انا، لا هو انا قدمت، هو انا قدمت اول يعني انا قدمت فيديو زي دوت في الاول، الفيديو دوت في خلال بالظبط اسبوع كان جاب 300,000 مشاهده.
فاهم قصدي؟ يعني هو بص التفاوس في ثانيه كان جايب مشاهده جامده، فقلت له ايه رايك؟ قال لي بلاش مغير بلاش، فايه هنتعب شويه في المحتوى الايجابي بس ايه هنوصل، لكن دوت بعد كده مش هيبقى كويس والناس هتتنمر عليك وهيبقى عليك فاهم يعني هيبقى وحشه. بس ومن هنا حصل نقطه التحول. طب سعيد خلينا نقول ان انت بتمسك بعض الحملات التسويقيه لبعض الاشخاص سواء اللي لسه بادئين او الاشخاص اللي حابين يزودوا نسبه المشاهده شويه. ده حقيقه. هل بيبقى عندك معايير معينه في اختيار المحتوى اللي انت ممكن تساعد على ترويجه وتسويقه، ولا الموضوع بالنسبه لك مجرد الحصول على اموال فقط؟ لا بص انا بصراحه يعني انا قبل اي ما اعمل اي حاجه بشوفها هل هتتكتب عليا يعني عند ربنا اللي هي خير او شر. انت فاهم؟ والحمد لله برضو حفظ القران الكريم علمني حاجات كتير اللي انا برضو امشي في الطريق الصح مش الغلط. الحمد لله يعني. فطبعا على كلامك ده انا ماسك دلوقتي حملات اللي هو فيه تقريبا مجلس شيوخ، فماسك حملات لبعض الناس، بس طبعا اللي هو لازم اتاكد من الشخص ده هل هو هيفيد فعلا مصر، هيفيد المجتمع، هيفيد الناس او لا. خدت بالك؟ فمحتوى مثلا اغاني لا مش بشعره يعني بصراحه محتوى اغاني او بيتكلموا على المحتوى الاغاني وكده وبيكنسل يعني معنى كده ان احنا نقول ان اي محتوى انت شايف ان هو يتنافى مع الذوق العام او مع سياساتك انت كفرد او مش بتشتغل فيه، مش بتبتدي ان انت تشتغل فيه. لا اصلا بصراحه زي ما قلت لك اهم حاجه ان انا اعمل حاجه ترضيني وتدي تربيتي وتدي ربنا سبحانه وتعالى. مش حكايه ان انا اخد فلوس من الحمله دي ولا لا. بص رزقك هيجي لك، الرزق ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى. والشهره كذلك، لو انت برضو اجتهدت وانت بتقدم محتوى هادف والله هتتشهر، بس عايز صبر وعايز اجتهاد وعايز يقين بالله وعايز ان انت تكون يعني نيتك لله خالصه، ان انا اساعد الناس، ان انا اهتم بالمحتوى بتاعي، ان انا ما افتنش الناس. ما هو ممكن تقدم محتوى هادف او ممكن تقدم محتوى تافه وناس تتبعك. شوف بقى اللي اتبعك خير واللي اتبعك شر، انت اللي هتشيل الاوزار يعني. انت اللي هتشيل كل حاجه. فانت لازم تهتم بالمحتوى بتاعك. طب خلينا هنا نقول ان في العديد من الناس اللي في دماغها الفكره وعندها المحتوى بس مش عارفه تبدا منين. قصه تبدا منين دي صعبه شويه. اكيد كلها زي ما قلت لك كل واحد عنده موهبه. بس هو اللي هو عينه دايما على الناجح مخليه واقف مكانه. اللي هو بص يا عم ده غبي بيجيب مشاهدات من التفاهه، احنا مهما نقدم محتوى تافه مش هنوصل، مهما نقدم محتوى هادف مش هنوصل. ده اللي بيحصل معايا. هو ده اللي بيحصل بقول له يعني. هو دايما بيكلمني في الموضوع ده، ما تبصش للي ناجح بالتفاهه، ركز مع نفسك ما تشغلش بالك باللي نجح بسبب حاجه زي كده. طب نفهم ان هنا دعوه من سعيد عبد الفتاح. ما تركزش مع يعني لا ثانيه بقى دبسك. دعوه من سعيد عبد الفتاح ان انت هتدعم الناس اللي لسه بادئه وتكاليفها على قدها مش قادره. اكيد طبعا انا بعمل كده فعلا. تعمل حملات اعلانيه او اعلاميه بشكل كبير. نقول ان دي دعوه من سعيد عبد الفتاح بمساعدتهم باذن الله. باذن الله. انا اصلا يعني الحمد لله بعمل كده. بس اهم حاجه تكون ايجابي يعني حاجه ايجابيه. ما اكيد احنا هنا في البرنامج لا ندعم الا المحتوى الايجابي. واول حد بدعمه طبعا بميزانيه الخاصه مطبخ ام يونس. مطبخ ام يونس. واحنا احنا كان يمكن احنا كان عندنا يوم الثلاث اللي فات احد برامج المطبخ التابعه لينا، فاحنا ان شاء الله زي ما انتم بتدعموا المحتوى الايجابي وهتدعموا المحتوى اللي احنا هنبعته لكم، احنا برضو بنقول لكم ان احنا ان شاء الله نوعدكم قريب قوي بحلقه في برنامج المطبخ هنا لمطبخ ام يونس. تمام. يا ريت تتمنى حاجه زي كده ان شاء الله. خلينا بقى هنا نقول احمد، التلفزيون ولا اليوتيوب؟ اليوتيوب في الوقت دوت منصه عاليه قوي 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 يعني. بس الثقه طبعا في التلفزيون. بس الثقه في التلفزيون. بس اليوتيوب بقى منصه عاليه قوي قوي قوي، وبقى يعني بيجيب مشاهدات رهيبه، واغلبيه الوقت الناس ماسكه التليفونات 24 ساعه في ايد الناس. و24 ساعه من الاطفال من سن 5 سنين. انا عندي ولاد اخواتي اختي الصغيره 6 سنين و4 سنين، 24 ساعه اليوتيوب في ايديهم. يعني انا مسكين التليفون و24 ساعه مشغلين يوتيوب. فاليوتيوب منصه عاليه قوي دلوقتي. طب خلينا نقول هنا اكيد كلنا عندنا اخوات صغيرين، واكيد كلنا بنشوف المحتوى الغير لائق اللي بيذاع او بيبث لينا يوميا. ازاي بتبتدوا ان انتوا تتعاملوا مع
الناس اللي موجودة عندكم في البيت الأطفال، هل بتخليهم يتفرجوا على أي محتوى ولا تحطوا عليهم قيود معينة؟ بالنسبة لنا بصراحة يعني أنا إخواتي أولاد إخواتي الصغيرين بيلعبوا بابجي كتير، أنا كشخصي مش بحب أصلا كده، يعني دايما أزعق لإخواتي الكبار، هم أكبر مني إخواتي البنات طبعا، بس مش بزعلهم يعني بقلة أدب ولا كده، لأ اللي هو مش راضي اللي هم أولاد إخواتي الصغيرين يكونوا 24 ساعة على اليوتيوب ويكونوا حياتهم كلها في البابجي واليوتيوب والحاجات دي، لأنها زي ما قلت لك للأسف بتنشر سلبي أكتر من إيجابي. فالطفل هياخد طبع خلاص لما الطفل يكون في ايده 24 ساعه تيك توك او يوتيوب، عايزه يطلع ايه؟ طب ما مش هيطلع دكتور ولا مهندس ولا حاجات تنفع المجتمع، لا اكيد هيطلع تافه برضه حاجات زي كده. صحيح. فانا بصراحه انا كشخصي لما بشوف ولاد اخواتي كده بزعق لهم، وهم يعني يشهدوا على الكلام ده، لاني مش بح انا بحب المحتوى الهادف. طب خلينا نقول بقى ان يعني نستثمر الفرصه، في احد الجروبات او جروبات كتير الحقيقه على اليوتيوب وانا على الفيسبوك، وانا تشرفت بان انا انضميت لاحد هؤلاء الجروبات يعني او هذه الجروبات عشان اكون دقيق، ولقيت حاجه غريبه جدا اعزائي المشاهدين، ويمكن انا عرفت سعيد من احد الجروبات دي. صحيح. لقيت ان هم دايما بنشوف اولاد او اصحاب المهنه الواحده يتضاربوا خبطوا في بعض، لكن لقيت الحقيقة في الجروب ده حاجة غريبة جدا، إن أي حد لسه بيبدأ جديد بيدعموه بيساعدوه بيبتدوا إن هم يقدموا للنصائح والتوجيهات المختلفة، بيحموه من عمليات النصب أو الجرائم الإلكترونية اللي بتتم. فخليني أوجه شكر لأحمد سالم، أحمد عبد الحميد، يعني مجموعة كبيرة جدا من أعضاء أو أدمنز الجروب ده. عايز اعرف هل رحلتك كانت زي مع الجروب ده، ولا تعرفت على الجروب ده ازاي، وهل استفدت منه بشكل واقعي زي ما انا استفدت ولا لا؟ طبعا احمد سالم واحمد عبد الحميد صحابي من زمان جدا، والجروب ده جروب ممتاز الصراحه. ليه؟ لانه بيدعم برضه زي ما انت قلت الناس اللي حتى الناس اللي مش في المجال ولكن داخلين يبحثوا عن خدمه، فبيحاولوا اللي هم يبسطوا لهم الموضوع ويضمنوا لهم اللي هم ما يحصلش عمليه نصب عليهم، تمام، او عمليه زي ما انت قلت اختلاس والكلام ده. فدي اهم حاجه، اهم نقطه في الجروب، خدت بالك؟ فبالنسبه لي انا استفدت طبعا من جروب كتير جدا، وزي ما انت قلت المجال ده رقم واحد فيه الثقه والامانه. يعني انا الحمد لله في الجروب ده بنيت اسم وبنيت ثقه كبيره جدا. ويمكن برضو حضرتك يعني ما اتعرفت عليا في من الجروب ده، اشتغلنا مع بعض كتير في مجال السوشيال. صحيح. ميديا، وحصل بينا يعني الحمد لله توافق واتفاقيات كتير في شغل، من غير ايه؟ من غير من يعني ما نحس ان احنا ايه ممكن يحصل اختلاس بينا او يحصل عدم ثقه. ده من ايه؟ لان انا كنت الحمد لله شخص معروف وشخص بقالي كتير في المجال، فبشهاده الناس اللي في الجروب قدروا اللي هم يوصلوا لك اللي انا شخص موثوق منه. صحيح. عشان تتعامل معاه او لا، ودي اهم حاجه. انا بقى بناشد اي حد بادئ، رقم واحد اسمك اللي انت تكتسب الثقه وتكون كويس مع الناس. بس ومن هنا أعزائي المشاهدين برضو بنقول نقطة مهمة جدا، عايز أقول لكم إحنا لما بندخل نبتدي نتعامل مع حد مجهول الهوية على السوشيال ميديا، أنا شخصيا بعمل كده وبلاقي انتقادات كتير، أي حد أنا شاكك فيه ببتدي أن أنا أتواصل معاه أو هو يتواصل معايا. في طبيعة الحال لو أنا اللي بتواصل مع الشخص فخلاص أكيد أنا عارف أنا بتواصل مع مين، لكن أنا لما بيدخل حد يتواصل معايا بشكل شخصي بعمل حاجة ممكن بتضايق ناس كتير جدا. حضرتك أو حضرتك ابعت لي رقم تليفونك وصورتك، ما هو أنا لازم أعرف الشخصية اللي أنا بتعامل معاها دي مين، وده حق اكتسبه مش حق مكتسب، لا حق أنت لازم تكتسبه علشان ما تقعش في المشاكل. معانا مداخلة دلوقتي، معانا مين؟ معانا أم محمد من الشرقية، أهلا وسهلا. عليكم السلام. وحضرتك والأسرة الكريمة بخير، اتفضلي. بص، هو الحوار مفتوح على السوشيال ميديا. تمام. طب انا بنتي يعني ممكن هي تكون في تانية اعلام وعايزة تكون مذيعة ومش عارفة تبدأ ازاي او تكون مشهورة، وحاولت كذا محاولة بس مش عارفة توصل، يعني ممكن يكون عملت حاجة بسيطة بس مش اللي هي برضك اللي هي مديها القدرة ان هي تكون مذيعة متدربة. ازاي هي توصل؟ لان طبعا في مبادره عندكم كده من
طيب سيب لنا رقم تليفونك، ما تقفليش، سيب لنا رقم تليفونك في الكنترول واحنا هنتواصل معك ونبتدي ان احنا ان شاء الله باذن الله ندعمك، او من خلال صفحتنا على السوشيال ميديا، صفحة الوكالة المهتمة بهذا البرنامج والراعية ليه، صفحة اسمها كونسبت، ندخل عليها نلاقي ان احنا بنقدم تدريبات وبنعمل ايفنتات كتير. كونسبت بالانجلش، تمام؟ وسيبي رقم تليفونك وهنتواصل معك. طب نرجع تاني، معانا مين؟ معانا المطربة مها ضاحي. اهلا وسهلا يا مها. وانتي والاسرة الكريمة بكل الخير والصحة والسلامة. انا قلت ادخل بقى كده ارنلكوا حاجة دلوقتي. طيب اتفضلي. خلي بالك احنا عندنا حد هنا ضد الغنى. فالنهارده نعمل ايه بقى اعزائي المشاهدين؟ هنعمل ميكس، ان احنا بنقدم فن محترم ملوش دعوه بالاستذاله. احنا خلينا نعمل هنا وسطيه، احنا عندنا قران وعندنا برضو اغاني هادفه وسطيه، فيلا بقى احنا تاني يوم العيد احنا قاعدين من الصبح نحكي في مشاكل. أيوة. ونتكلم في ابتزاز الكتروني، لازم بقى نفك كده نفك شويه. يلا مها سامعينا، هتسمعينا ايه النهارده؟ طيب مها حاولي معلش ان انت تبعدي المايك شوية لان الصوت فيه مشكلة، يعني نستأذنك تبعيدي بس المايك شوية أو تبعيدي عن التلفزيون. الله يا مها. طب هو المحتوى ايجابي، صوتها حلو وجميل ومن غير موسيقى، يعني ما فيهوش اي حاجه. طب محتوى زي ده ما ينتشرش ليه؟ مش حرام؟ مش حرام بصراحه، يعني جميل. مها 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 ضاحي من من الشباب الحقيقه الموهوب اللي طالع بقوه الفترة الجاية، ويمكن الأغاني أو المحتوى اللي هي بتقدمه برضو واصل لآلاف ما شاء الله. الأشخاص. وخليني بقى كده ننتهز بقى الفرصة على الهواء ونبارك لها على توثيق الفيسبوك لصفحتها ما شاء الله الرسمية ألف على السوشيال ميديا، فببارك لك يا مها ألف مبروك. أعزائي المشاهدين هنرجع دلوقتي بقى نكمل كلامنا مع سعيد وأحمد. إيه رأيك في اللي سمعته؟ جميل. هو بصراحة المشكلة المكالمة اتقطعت، هو صوتها كويس وجميل. يا ريت لو تدخل معانا تاني، حاولي تكلمينا تاني يا ما. صوتها جميل ما شاء الله، وهي يعني بتغني وكلمات العيد جميلة جدا، واحنا اتربينا عليها من صغرنا واحنا بنسمع الأغاني دي. بس طبعا هي من غير موسيقى، فهي المشكلة في الموسيقى، أنت تعرف. لا هو احنا كان عندنا الأول في الجزء الأول من الأغنية كان عندنا مشكلة في الصوت، فبنعتذر لمها وإن شاء الله تدخل لنا المداخلة. لا بس ما شاء الله مبروك القناة الصفحة بتاعتها توثقت، دي أهم حاجة خلي بالك. صحيح. ناس كتير لازم تعملها سواء مشاهير أو، لأن عشان أنت سمعتك برضو أنت بتتكلم في التليفونات، موضوع النصب والاختلاس والحاجات دي كلها بتحصل من الموضوع ده، فأنت صفحتها موثقة خلاص. خلينا نقول ان صفحتها اتوثقت بعد مشكله، بعد يعني مشكلة. خلينا ننتهز بقى الفرصه، لان هو ده هدف برنامجنا، انها للاسف الشديد برضو البيانات تم ارسالها لاحد الاشخاص غير المعروفين، وثق الصفحه بتاعتها، ما وثقش الصفحه بتاعتها، وثق صفحه مختلفه وخدها لنفسه، وخدها
قدرنا بعد محاولات شديدة إن إحنا نقفل الصفحة القديمة ونوثق لها الصفحة الجديدة. فمن هنا يعني الحلقة كلها سبحان الله كلها رسائل للسادة المشاهدين في نفس السياق، بياناتك الشخصية تخص حضرتك بس ما تخصش حد صحيح. تاني. بما إننا برضو بنتكلم عن الجزئية دي توثيق الصفحات، في كتير بيقع فرائص لناس وبيحصل لهم مشاكل كتير، يمكن لو ذكرنا الفنانين أعتقد يعني زي ما تم تداوله، مش عارف المعلومة صحيحة ولا لا، يعني خليه برضو أتحرى الدقة، إن كان حسن شاكوش المطرب وكان منة عرفة برضو تسربت بياناتهم الشخصية واتعمل أكتر من صفحة وتوثقت بنفس الشكل لحد ما قدروا إن هم يقفلوها. فتعقيبك إيه على القصة دي؟ ولما بيجيلك عميل عايز يوثق صفحته بتعمل إيه؟ بص، هو في البداية الفيسبوك كان عامل من فترة اللي هو لينك التوثيق مفتوح للجميع، كانوا ناس بينتهزوا الفرصة دي وبيعملوا باسبورات مزورة ويروحوا موثقين بأسماء الفنانين، ودي مشكلة، ويروحوا بايعين الصفحة بعد كده ويغيروا اسمها عادي والكلام ده. طبعا الفيسبوك قفل الموضوع ده، بقى لازم شخص موثوق منه سواء صحفي سواء مطرب سواء أي شخصية عامة يعني بشكل عام. فالوقت الحالي الفيسبوك صعب الموضوع، مش سهل، لكن للاسف في ناس، طبعا انا مش عارف ان انا اوثق ازاي، فبتجه لواحد يوثق لي. انا بنصح الناس اللي هي تتجه لواحد يكون معروف موثوق منه، او شركه يكون او شركه تكون معروفه مشهوره. مش بنعمل دعايه لنفسنا؟ لا لا لا, لا خالص صح. يعني انا زي ما اقول لك شركه او شخص يكونوا موثوقين منهم، وطبعا لو شركه افضل، ما شركه ليها مقر ومعروف مين صاحبها. طبعا هو بيعمل كل الاجراءات تمام من غير اي قلق، وبيتم التوثيق مقابل طبعا مبلغ بسيط. قول لي، طب هو طبعا الفيسبوك مش بياخد فلوس، لكن خلينا نقول ان اي حد بيتعب في خدمه لازم ياخد قصادها مقابل، لكن للاسف سمعنا بقى الفتره اللي فاتت ارقام فلكيه. يعني خلينا نقول ان دلوقتي لو منشد ابتدى ان هو ينشر المحتوى بتاعه والمحتوى ده بقى منتشر جدا، فبدا يحاول يوثق الصفحة عشان صفحات وهمية كتير ابتدت تطلع بنفس اسمه، يلجأ لشركة تقول له 2000 دولار و3000 دولار و4000 دولار. فقول لنا كده السعر اللي موجود في السوق. بص، هو التوثيق عامة زي ما انت قلت الفيسبوك مش بياخد فلوس، الفلوس دي زي مقابل خدمة، انا بعمل خدمة فانا باخد مقابلها فلوس تمام، لكن 2000 دولار و3000 دولار والحاجات دي لا مش موجود اكيد. هو السعر ممكن يوم ما يعدي خالص، لو الصفحة او الحاجة فيها الشركة مثلا عايزة بيانات كتير او نشر مواقع او نشر المواقع تنشر يعني باسمها حاجات كتير وكده، فممكن السعر يكون 10,000 15,000. بس خلينا نقول ان هنا ده يعني برضو رساله لكل اللي بيشتغلوا في القصه دي، يا ريت نراعي المواهب الشخصيه، يعني المواهب بتاع الاشخاص اللي لسه بادئين. يعني حد لسه بادئ برضو هيجيب الرقم ده منين؟ ده ممكن صح. نقول لما يكون حد مقتدر ماديا فهقول لك اطلب منه طالما صحيح. هو محتاج الخدمه صحيح. دي فهو صحيح. في احتياج ليها، لكن الاشخاص اللي لسه بادئه نتمنى نراعيهم شويه. واحنا برضو خلال الحلقه الجايه هنعلمكم اونلاين ازاي توثق الصفحه بتاعتك صحيح، علشان نحاول بقدر الامكان ان احنا نفيد الناس الساده كلها. المشاهدين حقيقة. طيب، يمكن برضو من الاشياء اللي ابتدت انها تنتشر الفترة الأخيرة موضوع إن أنا أحاول إن أنا يبقى عندي ثراء سريع، فأسرق محتوى الناس ونزله على اليوتيوب عشان يجيب مشاهدة، بعدها أمسح المحتوى ده أو وابتدي أنزل بالمحتوى بتاعي. شايف إن ده صح؟ بص، هو طبعا مش صح. الاول كان ممكن انت تبقى على اليوتيوب تعمل محتوى مش بتاعك وتكسب من وراه، لكن حاليا اليوتيوب صعب الموضوع، مش بيفعل الربح غير للمحتوى اللي هو يكون شخصي، محتوى بتاعك انت موثوق منه. لو حتى فعلك الربح مش تقدر تكسب لو المحتوى مش بتاعك. طيب خلينا ننتقل هنا لاحمد. احمد، انت دلوقتي بتخوض تجربه جديدة في اليوتيوب أو بدأت في تجربة بالفعل، فعايزين نعرف يعني حلمك توصل لفين؟ والله أنا يعني أهم حاجة عندي
ان يبقى الشخص اللي متابعني يبقى حابب اللي هو متابع الشخص، يعني متابعني عشان حاببني، فاهم؟ مش اللي هو ايه بينتقدني او بيتنمر عليا او الكلام ده. فانا عامه يعني نفسي اعدي، يعني فاهم اللي هو اعدي الملايين واوصل، مش في مصر بس، لا لا الافريقيا كلها، طب فاهم هنا يعني؟ هنا نقول بقى سؤال مهم، مش شايف بالفعل انا دايما لما بحب اقدم محتوى بحط نفسي هدف قدام. منه، لا بحط المحتوى بتاعي من وجهة نظر الاخرين، الآخرين بتجرد واشوف نفسي. هل شايف ان المحتوى اللي انت بتقدمه، خلينا نكون دقيقين في الجزئية دي، هل شايف ان هو يستحق الانتشار ولا لا؟ بص، هو في البداية في الوقت اللي احنا فيه دوت مش يستحق قوي يعني، فاهم؟ لسه انا لسه برضو ايه، ما يعني ما كتبتش ما محتاج كتبتش تطوير، كويس، فاهم؟ لسه محتاج ان انا اوتر من نفسي اكتر، فاهم؟ واظبط حاجات معينة كده، وبعد كده بقى يبقى يستحق، فاهم؟ لكن يعني في الوقت الحالي مش قوي، فاهم؟ يعني في ناس غيري كتير يستحقوا احسن مني كتير، فاهم قصدي؟ بس فلكل مجتهد نصيب زي ما بقول. ان شاء بس الله ان شاء باذن الله الله، وربنا يوفقك، واحنا نتمنى ان شاء الله ان احنا نستضيفك هنا تاني لما باذن كده الله. تعدي اول 1,000,000 متابع باذن ان شاء الله. طب الله باذن انت الله. شفت المحتوى بتاعي يستحق ولا لا؟ لا المحتوى بتاعك طبعا يستحق، حاجه واحنا كلنا عامه. بنرفع عليه القبعه. طب خلينا بقى ننظر لينا من وجهة نظركم، انتوا رأيكم في المحتوى اللي احنا ده طبعا بنقدمه؟ ممكن انتوا ممتاز. استغربتوا من الاسم بتاعنا ان هو اسم صعب شوية، سوشيولوجي. سوشيولوجي، انا كنت هو فاكر صعب سوشيال. صعب، سعيد على فاحنا الدلاتة. احنا الهدف من البرنامج ان احنا بقى هنا المصطلح، اعزائي المشاهدين خليني كده اكشف سبب استخدامنا للاسم ده، ان احنا بنحاول ان احنا نخترع اسم للعلم بتاعنا سوشيولوجي، ان احنا نقول ان السوشيال ميديا علم. هي فقط المحتوى الهادف اللي يستحق الانتشار. علشان كده بنركز او الفتره دي وخلال الحلقات الجايه على جزئيتين، الجزئيه الاولى ان احنا نبتدي ان احنا نسد كل الثغرات او الهجمات او الاشياء الجديده اللي بيبتكرها الهاكرز علشان يقدروا ان هم يسرقوا او يستخدموا المعلومات الشخصيه الخاصه بالافراد، ده جزء عندنا. الجزء الثاني ان احنا نحاكي التطور التكنولوجي بان احنا نوعي الناس ونديهم المعلومه اللي تقدر تفيدهم على المستوى الاستخدامي، على مستوى صحيح. استخدامهم للتكنولوجيا او على مستوى عدم ادراكهم لبعض الحاجات اللي ممكن تسبب ليهم ضرر. الجزء الثالث ان احنا نستضيف اصحاب الرؤى والناس المنتشرة على السوشيال ميديا أو المختصين في السوشيال ميديا، سواء بقى من جوانب قانونية، من جوانب تقنية، من جوانب مجتمعية، الناس اللي منتشرة. فكل حلقة إن شاء الله هيكون متواجد معانا كوادر قدرت إنها تعمل حاجة في هذا المجال. لا بس بصراحة أنا بشكرك جدا وبشكر البرنامج ده، والبرنامج ده الناس لازم تتابعه جدا جدا جدا، دي حقيقة، لان البرنامج بيهتم باقوى حاجه طالعه منتشره زي الصاروخ وهي السوشيال ميديا. يعني محتوى مهتم بالسوشيال ميديا دي مش اي حد يقدر يقدمه، والمحتوى واللي السوشيال ميديا طالعه منتشره جدا، وكل يوم بنلاقي تطور فيها. فانت اللي انت تطلع تنبه الناس على ازاي تتعامل على السوشيال ميديا، ازاي تقدر تقوي المحتوى بتاعك، ازاي تقدم محتوى هادف، ازاي ما يتنصبش عليك. فالبرنامج ده فعلا 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 محتاج الناس تتابعه. احنا بنشكرك وان طبعًا شاء الله طبعًا. ان شاء الله يعني مع بعض نقدر ان احنا بإذن كلنا الله بإذن كل الله. واحد في نشارك الجزئيه طبعًا. بتاعته يشارك. طب خلينا بقى هنا نقول ان في نقطه من النقاط المهمه جدا اللي لازم ندرك خطوره النقطه دي، ان لا يوجد سلعه في العالم ببلاش. ده حقيقي، متفقين في ده بالظبط كده. طيب طبعا خلونا كده بقى نرجع أعزائي المشاهدين لزمان ونشوف إن إحنا زمان كده، تفتكر معايا من 4 سنين كنا بنعمل الباقة كانت بتبقى كام جيجا؟ الباقة زمان، باقة باقة الإنترنت، الإنترنت كانت بتبقى 1 ميجا، 1 جيجا و512 و512 و2 جيجا. حاجات بسيطة جدا. أنا فاكر وقتها أعزائي المشاهدين إن أنا يعني كنت أكثر واحد في أصحابي مبذر، كنت بعمل الباقة بتاعتي 8 جيجا، وده كان رقم، كان رقم وقتها كبير. الناس كانت بتقول عليا مفتري ان انا كنت بعمل باقه حجمها كبير قوي. خلينا نقول دلوقتي ان انا باقه موبايلي 42 جيجا ومش بتكفيني في الشهر. صح. السبب في كده ايه؟ السبب كثره استخدام الانترنت. الناس
زي ما قلت لك يمكن يعني اهملوا التلفزيون شويه دي حقيقه، ولكن الانترنت ملايين بيستخدموه، الضغط عليه تقيل، الضغط عليه جامد جدا، فانت لازم تعمل باقه 32 باقه اعلى كمان لو في، عشان تقدر انت يعني يكون عندك استخدام قوي. خلينا هنا بقى ندي معلومية تقنية ونستثمر حضوركم في ان احنا نوجه المعلومة دي لكل المشاهدين اللي بيشوفنا. اعزائي المشاهدين، احنا دلوقتي عندنا حاجة في الموبايلات بنشوفها، وهي المزامنة الخاصة ببياناتك الشخصية. للأسف الشديد في العديد من البرامج اللي بتسرق معلوماتك الشخصية وحضرتك مش عارف. لما بنيجي نعمل سيت اب لبرنامج او ابلكيشن، ايه اللي بيحصل؟ التالي 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 او نيكست 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 نيكست، الموافقة على الاتفاقية اوافق، واحنا للأسف ما قرأناش اي بند من البنود. بنلاقي في احد البنود تحميل الصور والمعلومات الشخصية الى اخره. طب خلينا نقول مثلا انت تطبيق دلوقتي منبه، بتطلب معلومات الشخصية ليه؟ فعلشان كده بنلاقي الباقة بتخلص بسرعة جدا، لان خاصية المزامنة دي بتبتدي تعمل ابلود لايه؟ صحيح، للمحتوى اللي على تليفون بياناتك. نعمل ايه بقى؟ خلينا كده بسرعة علشان مهر جات لنا تاني على الخط. نبص كده مع بعض اعزائي المشاهدين. لو احنا كده جينا بصينا كده في التليفون، هنلاقي ان دي كل التطبيقات المتحملة على التليفون بتاعي. نعمل ايه يا سعيد ويا احمد؟ نبتدي دايما طول ما احنا مشغلين باقة النت، عينك فوق على ايه؟ حاجة اسمها المدة الحالية او استهلاك الانترنت. نراقبه باستمرار، احنا استهلكنا النهاردة انترنت قد ايه؟ طب لو احنا ما دخلناش الا نص ساعة او ساعة ولقينا ان معدل الانترنت مرتفع، ننزل كده بنلاقي قدام كل تطبيق استهلك انترنت بشكل قد ايه. لما نلاقي ان المعدل مرتفع جدا في احد التطبيقات دي، نعرف على طول ان التطبيق ده بيحمل معلوماتنا الشخصية، لان انا نوهت مفيش سلعة ببلاش، بياخدوا معلوماتك الشخصية اهتماماتك وبيبيعوها لشركات الإعلانات وقضايا تانية ممكن ما تخطرش على بالنا في حاجة اسمها الدارك ويب والديب ويب، وهو الانترنت العميق والانترنت المظلم اللي هيكون لينا لقاءات عنه الفترة الجاية. طب نعمل ايه ببساطة؟ قدام كل تطبيق احنا مش بنستخدمه نقفل الانترنت ليه. انا عايز استخدم دلوقتي الفيسبوك او استخدم الماسنجر، ابتدي اطلع عند علامة الفيسبوك والماسنجر وابتدي ان انا أشغل الانترنت، مش محتاجه او خلصت اقفل الانترنت. صحيح. من هنا ببتدي ان انا احد شويه من عمليات الاختراق لمعلومات الشخصيه اللي بتحصل، ودي معلومه حبيت ان انا اقولها للساده المشاهدين لانها من المعلومات المهمه. مها ضحي معانا، كل سنه وانتم طيبين وانت بالصحه والسلامه. مها رجعت لنا تاني، عايزين بقى علشان احنا بنوك عايزين علشان وقت حلقتنا خلاص، المخرج بيقول ان هو انتهى، عايزين نسمع حاجة تاني كده سريعة وكلمينا عن ايه الجاي. عايزين تسمعوا حاجة معينة؟ هي جاهزة. الشمس وطلع علينا الحب وندفينا الورد ونغطينا الشمس وطلع علينا من فرح الدنيا بينا من شهدها بتيزينا وبكرة مستنينا ناسي وهنا ناسي أيام نسيتها معاك يا عيوني وفاكرني بتاعت الهموم ميلوم. طب وانا مالي طب وانا مالي وانا مالي وانا مالي. الله يا مها، بجد يعني صوت من الاصوات الجميله جدا. مها في عجاله لان قدامي دقيقه بالظبط، ايه الجديد اللي هتقدميه الفتره الجايه؟ اللي هقدمه الفترة اللي جاية إن شاء الله أغنية بتعبر عن الشك بين الزوجين والحب الأول وكده. إن شاء الله بإذن الله بنتمنى لك التوفيق وإن شاء الله تكون موجودة. بنشكرك يا مها وإن شاء الله تكوني متواجدة معانا في حلقة من الحلقات. بنشكرك شكرا جزيلا. النهاردة خلينا نقول ان احنا وقتنا كان ساعة بس اعزائي المشاهدين، لكن ادارة القناة لما ارتقت ان احنا النهاردة في محتوى هادف
يعني استغنينا عن بعض الحاجات المسجلة عشان نقدر نكون معاكم أكبر فترة ممكنة. بشكر كل الناس اللي بتشوفنا، بشكر سعيد عبد الفتاح، شكرا جزيلا، شكرا يا أحمد على كل النصائح والتوجيهات اللي وجهتوها للسادة المشاهدين، بشكر كل زملائي وفريق العمل خلف الكاميرات، أستاذ نصر الشاهد والمخرج العظيم، مخرجنا الكبير الأستاذ وليد، بشكرك شكرا جزيلا على إخراج الحلقة وعلى التوجيهات المميزة اللي بتديها لنا كل مرة، وبشكر إدارة القناة وأخص بالشكر الأستاذ عبد الحميد توفيق على إتاحة الفرصة دي في الوقت أو في اليوم المفتوح في أيام العيد، وبشكر المشاهدين اللي فعلا لولاهم لا هنكون ولا هنقدر نقدم حاجة من غير توجيهاتهم. أعزائي المشاهدين بشكركم مرة تانية، وإن شاء الله ألقاكم على خير في الحلقة القادمة. دمتم في أمان الله، تحياتي عبد الرحمن سالم.